السلام عليكم <applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الان يا شباب بنبدا في برنامج جديد اسمه برنامج الاكسس اسمه برنامج أكسز تمام مش عايزكم تلخبطوا بين إكسل إكسل اللي إحنا خدناه وخلصناه من زمان الإكسل بتاعت المعادلات الحسابية والكلام ده وبرنامج أكسز خلاص أكسز ده بيستخدم لحاجة اسمها قواعد البيانات يعني إيه قواعد البيانات يعني مثلا انت ما بتروح او انت ما بتدخل على ابشر بتحط الرقم الرقم الاسم والرقم السري بتاعك بيجيب لك بياناتك كلها جابها منين لان البيانات دي كلها متسجله عنده متسجله فين متسجله في برنامج في, في, في ملف وورد ولا ملف اكسل لا متسجله في حاجه اسمها قاعده بيانات إيه الفرق يا أستاذ بين الوورد والإكسل وقواعد البيانات؟ يعني طب ما يسجلوها في ملف وورد وخلاص ويخلصوا، لا قواعد البيانات دي حاجة قوية بتخليك تسجل مجموعة كبيرة جدا من البيانات وتقدر تسترجعها في وقت سريع جدا يعني الوورد أنت لو سجلت عشر صفحات ولا عشرين صفحة وجيت تبحث هيبقى بطيء، الإكسل كذلك إنما قواعد البيانات لا قواعد البيانات اه لسه ما ما شيرناش الشاشه قواعد البيانات قواعد البيانات بتشتغل بسرعه جدا و امكانيات حلوه وجميله جدا ان انت تبحث عن اشياء معينه وصلاحيات وحاجات ثانيه خالص غير انك تكون مسجل البيانات في برنامج وورد او اكسل دي قواعد البيانات يعني انت لما بتيجي تسافر مثلا بتدي جواز السفر لموظف لظابط الجوازات بي بيحط الباركود كده بتاع الجواز على الجهاز بتاعه بيطلع له كل بياناتك اسمك وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد والجنسيه وهل مسموح لك بالسفر ولا لا مثلا هل 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 هل, هل, هل ده كله بيبان قدامه ليه لان ده كله متخزن عنده في قاعده بيانات تمام مش لازم يكون متخزن على نفس الجهاز متخزن على جهاز هو متصل بيه تمام يعني مثلا اما انت زي ابشر ابشر انت هل بياناتك دي متخزنه في جهازك؟ لا متخزنه انت متصل بالانترنت بجهاز تاني البيانات دي متخزنه فيه اسمه سيرفر ماشي طيب قواعد البيانات دي بنستخدمها ببرنامج اسمه برنامج مايكروسوفت اكسس ازاي بقى افتح مايكروسوفت اكسس تعالوا نشغل لكم الشاشه ونوريكم ازاي نفتح مايكروسوفت اكسس بفتح مايكروسوفت اكسس بالشكل ده ابدا زي ما بفتح الوورد والاكسل بالظبط اهو ابدا مايكروسوفت اوفيس 2013 اهو نفس اللي بفتح منه الاور والاكسل والباوربوينت وبعدين اكسس 2013 اكسس 2013 طبعا البرنامج ده زي البرنامج اللي فات الثلاث شهور هيختبروا فيه الست شهور عرفوه كمعرفه هو برنامج جميل جدا لكن ال شهور هيختبروا فيه ده اللي لازم يفهموه لازم يحفظوه ولازم يعرفوا كل حاجه عنه ابدا مايكروسوفت اوفيس 2013 اكسس 2013 طبعا عايز اقول لكم ان من يوم الاحد معادنا هيبقى خمسه مش خمسه الا ربع يا شباب معادنا هيبقى خمسه من يوم الاحد ان شاء الله معادنا هيبقى خمسه طيب اول ما بقول له مايكروسوفت اكسس 2013 او اكسس 2013 بلاقي الشاشه دي هختار منها قاعده بيانات سطح المكتب فارغه قاعده بيانات سطح المكتب فارغه بيجي لي كده الاكسس مختلف عن الوورد وعن الاكسل وعن الباوربوينت ان في حاجه ان انت هناك بتعمل البرنامج وبعدين تحفظه او ما تحفظوش تمام هناك بتعمل البرنامج وبعدين تحفظه او ما تحفظوش هنا لا هنا لازم تحفظه الاول وبعدين يفتح الاكسس لازم تحفظه الاول وبعدين يفتح اهو قاعده بيانات سطح المكتب فارغه بيقول لك احفظه هتختار المكان اللي انت هتحفظ فيه والاسم اللي انت هتحفظ بيه يعني مثلا عايز احفظ على سطح المكتب هضغط هنا كده هنا شايفين دي فتح لك شاشة الحفظ باسم اهي فاكرنا اقول له سطح المكتب طب وباسم ايه باسم مثلا تمرين اكسس واحد او اسمك وبعدين تعملين اكسس اي حاجة بالشكل ده يبقى تاني بضغط على المجلد ده كده بختار انا هحفظ فين في المستندات في سطح المكتب وبعدين اكتب الاسم اللي انا هحفظ بيه هنا وبعدين موافق اوكي وبعدين انشاء انشاء اضغط زر انشاء حلو طيب بيفتح لي الشكل ده كده انا الجدول اللي هو عامله لي ده مش عايزه هضغط ضغطه بزر الماوس اليمين اليمين على كلمه جدول واحد ده اهي مش هنا لا ده اهي يعني. كلمه جدول واحد اضغط ضغطه بزر الماوس اليمين اغلاق حلو انا مش عايز الجدول اللي هو عمله لي ده طيب الان عايز اعمل انا بقى جدول انا من عندي واعمل الحاجات بتاعتي بقى انت اللي, اللي بيقول لي عندي سؤال ده معانا دلوقتي ولا ايه ماشي خليكم معايا طيب الان الاكسس قلنا البيانات محفوظه محفوظه فين محفوظه في جهاز على هيئه ايه على هيئه جدول زي ده كده جدول زي ده كده بس في الاكسس طبعا مش في الوورد طيب الاكسس فيه حاجه اسمها جدول جدول وحاجه اسمها استعلام وحاجه اسمها تقرير ده اللي احنا هندرسه في الاكسس، أول شيء الجدول، الجدول ده هو اللي بيبقى فيه كل البيانات، هو اللي بنحفظ فيه البيانات، يعني البيانات المحفوظة كلها محفوظة في جداول، طب أنا عايز أعمل جدول وأحفظ فيه بيانات، وليكن البيانات اللي قدامي دي بيانات السيارة، المسلسل، رقم السيارة، لون السيارة، الموديل، تاريخ الشراء. عايز اعمل انا جدول واحفظ في البيانات دي اعمل ايه ركز بقى معايا كويس ادي الاكسس بقول له انشاء طبعا اي حاجه اي حد اذا عنده حاجة مشكله او عايزني اقول له حاجه اوضح له حاجه يقول لي عشان ايه عشان اوضحها له يقول لي في الشات خلاص طيب انشاء واقول له تصميم الجدول تصميم الجدول خلاص حلو هكتب هنا ايه هنا بيقول لي اسم الحقل ونوع البيانات ركز معي انت عايز الجدول ده اللي فوق ده هم اسمهم اسماء الحقول مسلسل ورقم السياره ولون السياره والموديل وتاريخ الشراء لما رؤوس الأعمال دوم اسمهم أسماء الحقول هكتبه تحت بعض هنا مسلسل رقم السيارة لون السيارة الموديل وتاريخ الشراء مسلسل وتحتها رقم السيارة لون السيارة الموديل تاريخ الشراء إيوه حد هنا يكتب لي كده مسلسل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هنا هنا مسلسل واحد لا انت دلوقتي لسه بتأسس البيت بتاعك كأنك بتأسس بيت انت عندك حتة ارض عندك قطعة ارض وعايز تبني بيت هل بتجيب اهلك تقعدهم في حتة الارض الاول وبعدين تبني البيت ولا بتبني البيت الاول وتشطبه وتجهزه وبعدين في الاخر خالص تجيب أهلك تجيب تسكنهم في ببني البيت الأول وأجهزه صح؟ أنا لسه ببني البيت دلوقتي، مالكش دعوة بالسكان، السكان دوم اللي هم واحد اثنين وديب وأبيض، ده كله دوم سكان، أنا لسه ببني البيت أهو، هحط رؤوس الأعمدة اللي هي أسماء الحقول تحت بعضها كده. طب دي اسمها نوع البيانات يعني ايه نوع البيانات يعني مسلسل ده هتكتب فيه ارقام ولا كتابه ولا تواريخ ولا إيه؟ رقم السياره ارقام ولا حروف ولا تواريخ ولا إيه؟ لون السياره وهكذا ده بجيبها منين بيبقى من لي هنا بيقول لي انشئ قاعده بيانات باسم السيارات يبقى المفروض كنا في الاول خالص نسمي الملف بتاعنا السيارات تمام بحيث يكون رقم السياره ولون السيارة والموديل من نوع نص أهو أدي النوع نص يعني نص مختصر أهو رقم السيارة ولون السيارة والموديل هسيبهم زي ما هم نص مختصر طيب والباقي المسلسل رقم اجعل المسلسل ده أخليه رقم أضغط هنا كده على السهم اللي هنا رقم حلو طيب تاريخ الشراء تاريخ تاريخ الشراء اضغط هنا تاريخ وقت هو تاريخ اللي هو تاريخ وقت ده خلاص يا شباب اوكي حلو يبقى كتبت اسماء الحقول تحت بعضها وبعدين انواع البيانات زي ما هو مدهم لي في الورقه بتاعته رقم السيارة ولون السيارة والموديل من نوع نص والمسلسل رقم وتاريخ شراء تاريخ ليه رقم السيارة نص لانه فيه حروف اي حاجة فيه حرف يبقى لازم يكون نص الارقام فيها تقبل ارقام بس زي كده زي المسلسل كده خلاص والتواريخ تقبل تواريخ بس انما كلام النص يقبل كلام يقبل ارقام يقبل تواريخ يقبل رموز يقبل اي حاجه ده النص خلاص طيب حلو الان انا اسست البيت احفظ بقى هحفظ ضغط يمين هنا واقول له حفظ هيقول لي اديني اسم للجدول ده بقى اسم للجدول هقول له جدول السياره مثلا جدول السيارات موافق أول ما أقول له موافق بتطلع لي رسالة كبيرة طويلة كده بتقول لي لا يوجد مفتاح أساسي والكلام ده الرسالة دي ما بضغطش نعم بضغط لا ما تستعجلش بضغط نعم الرسالة دي بتضغط لا إحنا مشكلتنا أول ما بنشوف رسالة تشك نعم وخلاص لا لا الرسالة دي لا حل؟ يبقى ضغط ايمين حفظ وديته الاسم موافق والرساله ضغطت له لا وبعدين اسكر بقى ضغط ايمين اغلاق <applause> طيب مين اللي بيسال لو بتضغط نعم حاب اقول لك تعمل ايه بس بس دلوقتي خليك وركز واضغط لا انما نعم هب اقول لك اجيبها لكم تعمل ايه ليها حل يعني لها حل مش هتعيد من جديد بس معقده برضو شويه فانت ركز واضغط لا دلوقتي وبعدين شويه كده هب اقول لك لو ضغطت نعم تعمل ايه ان شاء الله طيب بعد ما ضغطت نعم وسكرت بلاقي الجدول بقى هنا اهو اه جدول السيارات هنا اضغط عليه ضغطتين يفتح ابدا بقى اسكن السكان فيه بس فيه مشكله جاي لي من اليسار لليمين انا عايزه من اليمين لليسار اعمل ايه فتحته لازم اكون فاتحه فتحته جدول قائمه جدول خلي بالك لو ما انتش فاتحه قائمه جدول مش هتبان معاك افتحه جدول خصائص الجدول تمام الاتجاه اختار من اليمين الى اليسار <applause> من اليمين الى اليسار اهو وبعدين اضغط موافق ما حصلش حاجه يا استاذ ايوه ما حصلش حاجه لازم تسكروا بقى ضغط يمين اغلاق وتفتحه مره تانية تلاقي فتح معاك من اليمين الى اليسار بالشكل ده خلاص يبقى فتحته جدول خصائص الجدول من اليمين لليسار موافق وبعدين اسكره وافتحه تاني ابدا اكتب البيانات دلوقتي المسلسل ده واحد اتنين تلاتة اربعة و خمسة خمسة تملا البيانات من فوق لتحت تملا من الشمال لشمال مفيش مشكلة زي بعضها يعني عادي نصغر الاكسس كده عشان نبين الورد معانا ديب ميه تمانية واربعين بنقل من التمرين بتاع الوورد اللي مكتوب في الوورد عهد لون السيارة ابيض احمر اسود ازرق اخضر تويوتا ثمانية وتسعين هوندا تسعة وتسعين مرسيدس تمانية وتسعين مازدا سبعة وتسعين هونداي تمانية وتسعين طبعا التمرين قديم شوية فال الموديلات قديمة معلش أربعتاشر خمسة 1998 خلي بالك بكتب ايه؟ جالك ال ال التاريخ اتقلب من اليسار لليمين مش مشكله، انت اكتب وخلاص اهو 27 والشرطه دي اللي هي في الارقام اللي على اليمين اللي فوق ال8 عند الزائد والناقص والضرب اللي هي علامه التقسيم 27/1 1999 تمام؟ 3 4 ألف 15 خمستاشر، أحداشر، سبعة أربعة، خمسة، وتسعين. واحد ممكن يلاقي طبعاً دي ألف مش أربعة واحد ممكن يلاقيها بقى ثمانية وتسعين وتسعة وتسعين بس مش مشكلة عادي. واحد ممكن يلاقيها. 8 اتقلبت بقى 98 99 عادي واحد لقى بقت من اليسار لليمين من اليمين لليسار عربي انجليزي ما فيش مشكله ده كله ما فيش مشكله فيه خلاص طيب كده انا عملت الجدول كده انا عملت الجدول ضغط يمين اغلاق كده انا عملت الجدول لو فتحته تاني هتلاقي البيانات اللي فيه هتلاقي الترتيب اختلف ما فيش مشكله عادي عادي لو عايز اعيد الترتيب بضغط على مسلسل ده اهو واقول له فرز من الاصغر الى الاكبر بيجيبها لك تاني واحد اتنين تلاته اربعه خمسه تاني بس عادي ترتيب عادي لو عايز اعيد الترتيب بضغط على السهم اللي جنب المسلسل كده واقول له فرز من الاصغر الى الاكبر خلاص بس احنا ما فيش مشكله بالنسبه لنا في الترتيب طيب ده بالنسبه للتمرين الاول خلاص كده خلاص ده التمرين الاول طيب في حاجه تانية في التمرين ده هو طبعا التمرين الثاني اللي احنا بنحله مش الاول طيب اه في حاجه تانية بيقول لي انشئ استعلام لا خلي خلي الاستعلام ده تعال نحل التمرين ده بقى اللي هو التمرين ده الاول ده حل نعمله هو نفسه بس هنعمله سكر ده اهو هسكر وافتح الاكسس من جديد خالص عشان اللي ما خدش باله من الاول اهو مايكروسوفت اوفيس 2013 اكسس 2013 قاعدة بيانات سطح المكتب فارغة اضغط على المجلد ده اختار المكان اللي انت هتخ... هتعمل فيه والاسم الاسم انشاء الجدول اللي بيفتح ده أسكره منساش إنشاء تصميم الجدول تمام تعالى نشوف نروح نشوف اسم الحقول ايه الاسم ورقم الخدمة والسعر ومتزوج طيب أكتبهم تحت بعضهم الاسم رقم الخدمة السعر متزوج النوع تعال نشوف النوع <applause> نوع البيانات ايه قم بتسمع الجدول بحيث يكون الاسم من نوع نص ماشي رقم الخدمة رقم والسعر عملة ومتزوج نعم لا ركز معايا الاسم نص رقم الخدمة رقم السعر عملة عمله متزوج في حاجة اسمها نعم أو لا نعم أو لا أهي نعم لا حل خلاص عملته ضغط يمين حفظ اسم جدول العملاء موافق الرسالة الطويلة لا الرسالة الطويلة لا سكر افتحه من اليمين لليسار جدول خصائص الجدول من اليمين لليسار موافق سكره وافتحه مرة تانية خلاص تعال نشوف البيانات اللي فيه محمد أحمد وعبد العزيز وخالد حسن أهو أو صغر الأكسس وصغر الورد ونقل على طول كده زي ما عملنا المرة الماضية محمد أحمد وعبد العزيز وخالد حسن <applause> رقم الخدمه سته اتنين سبعه خمسه تسعه تلاته اربعه واحد خمسه سبعه سته اتنين السعر انت بتضغط ضغطتين على الاصفار مالكش دعوه ريال سعودي دي ضغطتين على الاصفار خمسة ثلاثة ميتين أهو مالكش دعوة ريال سعودي خالص ثلاثة خمسة مية اتنين ثلاثة ميتين واحد هيقول لي في واحدة زيادة هنا يا أستاذ مالكش دعوة بيها الصف الزيادة ده مالكش دعوة بيه أما بيجيب لك مربعات دي معناه ان هو عايزك توسع العمود اهو من هنا كده زي الاكس زي الاكسل كده بوسعه مربعات في الاكسل او في الاكسس معناه ان انت عايزك توسع العمود متزوج صح غلط صح ما فيش غلط غلط بتسيبها فاضيه صح هنا وصح هنا ما فيش غلط طبعا <applause> <applause> تمام كده انا مليت البيانات خلاص اغلق هل تريد الحفظ؟ طبعا ده لان انا ايه وسعت عمود، هل تريد الحفظ؟ اقول له نعم. في حد كاتب لي على الشات تعال نشوف كاتب ايه تمام في حد عنده اي مشاكل لحد الان طيب تعالوا ناخد التمرين اللي بعده التمرين الثالث إنشاء قاعدة بيانات باسم العملاء برضو ماشي سكر الاكسس خالص بحب أسكره في كل مرة وأفتحه من أول وجديد عشان الموضوع بتاع الفتح بتاعه والحفظ ده تحفظوه حلو أهو أبدأ أبدأ مايكروسوفت اوفيس 2013 اكسس 2013 حلو قاعدة بيانات سطح المكتب فارغة اضغط هنا اختار هتحفظ فين هحفظ في المستندات قاعدة بيانات باسم العملاء موافق انشاء الجدول اللي بيفتحولي لي اسكره منساش انشاء تصميم الجدول مش تصميم استعلام اسف انشاء تصميم الجدول وشوف الحقول اللي عندك ايه رقم العميل اسم العميل المشتريات المدينه الهاتف رقم العميل اسم العميل المشتريات المدينه الهاتف تعالوا نشوف انواع البيانات ايه <applause> رقم العميل نص اسم العميل نص المشتريات عمله المدينه نص والهاتف رقم رقم العميل نص اسم العميل نص المشتريات عمله عمله اللي هي بتجيب لك ريال سعودي دي عشان كده كتب بيكتب راسين ريال سعودي المدينة نص والهاتف رقم حلو ضغطة يمين حفظ العملاء موافق الرسالة الطويلة لا سكر افتح جدول خصائص الجدول من اليمين لليسار موافق <applause> سكر افتح يجيك من اليمين لليسار اه العملة بيجيب لك راسين هنا ماشي دايما كبرها لان بتبقى عايز العمود يبقى كبير شويه تعال نشوف البيانات صغر الاكسس <applause> وصغر الوورد وتعال ننقل البيانات بالراحه واحده واحده رقم العميل تمانية سبعة ستة شرطة 11 عشان الشرطة دي بقى نص مش رقم ما ينفعش يبقى رقم ميه وخمسين احداشر سبعه ثمانيه تسعه احداشر تسعه ثمانيه خمسه احداشر ثلاثه خمسه سبعه احداشر مصطفى حامد مسعود عبد المطلب محمد كمال الدين خالد الدسوقي أحمد السيد المشتريات ضغطتين على الأصفار ستة سبعة لا ستة ثمانية سبعة ثمانية خمسة اتناشر ربعمية خمسة وأربعين ستة خمسة ربعمية وخمستاشر خمسة تسعة تمانية سبعة خمسة وتلاتة اثنين واحد خمسة أربعة حلو، المدينة، الرياض، الخبر، الرياض، الظهران، الدمام، والهاتف خمستين، خمسة أربعة، خم... خمسة أربعة خمسة ثمانية ثلاثة اثنين أربعة خمسة ستة اثنين خمسة أربعة ستة واثنين أربعة ثمانية سبعة حلو طيب كده خلصت الجدول وسكرت نعم طيب طالب مني ايه بقى تاني ركز بقى معايا هنا خلاص عملنا الجدول وعرفنا ازاي نعمل الجدول انشئ استعلام يبين اسم العميل والمدينة اه في حاجة بقى عندي اسمها استعلام استعلام ده يعني بسأله على حاجة انا بسأله على حاجة اقول له لو سمحت يا جدول بين لي اسم العميل وكل عميل مدينته كمان ازاي بقول له تصميم تصميم مش تصميم بتاعت غور في تصميم في آه الاكسس تصميم آسف إنشاء إنشاء تصميم الاستعلام إنشاء تصميم الاستعلام بيجي لي كده انت عايز من جدول ايه عايز الاستعلام ده اجيب البيانات من جدول ايه هقول له من جدول العملاء اضغط على العملاء اضافة اغلاق سكر يعني الشاشة اللي قدامك دي تاني تاني إنشاء تصميم الاستعلام الجدول إضافة إغلاق بلاقي الجدول قدامه بالحقول اللي فيها اهي أنا عايز اسم العميل والمدينة صح؟ ضغطتين على اسم العميل بلاقيه طلع عندي هنا تحت لازم يطلع تحت لما ضغطش تحت ضغط تاني عليه ضغطتين يبقى أنت ما ضغطتش كويس والمدينة ضغطتين طلعت تحت بس انا كده عملت استعلام يبين اسم العميل والمدينه حفظ وسميه مثلا اسم العميل والمدينه موافق تمام حفظته اغلاق ضغط يمين اغلاق افتحه اسم العميل معاه المدينه بتاعته اسم العميل والمدينة واحد هيقول لي خليه من اليمين لليسار يا أستاذ لا ما بيتباش من اليمين لليسار ده خليه زي ما هو إغلاق ده اسمه استعلام تعال نشوف تاني في استعلام تاني يظهر استعلام يظهر اسم العميل ورقم العميل ماشي إنشاء تصميم الاستعلام الجدول ده إضافة إغلاق اسم العميل ورقم العميل حفظ اسم العميل ورقم العميل موافق ضغط يمين إغلاق أدي اسم العميل ورقم العميل غلطت في الاسم بتاعه ضغط يمين إعادة التسمية العميل مش المعسل العميل طيب حلو بعد كده انشئ استلام اسم العميل والمشتريات والهاتف ماشي مفيش مشكله إنشاء تصميم الاستعلام العملاء إضافة إغلاق اسم العميل والمشتريات والهاتف حفظ اسم العميل سميه كده اسم يدل هو بيبين ايه والمشتريات والهاتف موافق الضغط يمين إغلاق هذه آه اسم العميل والمشتريات والهاتف خلاص باقي حاجة انشئ استعلام يظهر اسم العميل والمشتريات بشرط ان تكون المشتريات اكبر من ستين الف اه دي بقى كلام كبير بقى لو عايز اعمل استعلام فيه شرط سيبك من, من اكبر من ستين الف عايز اعمل استعلام بشرط ان تكون المدينة الدمام مثلا مثلا يعني اسم العميل والمدينة بشرط ان تكون المدينة الدمام اعمل ايه اقول له انشاء تصميم الاستعلام عادي خالص اهو اغلاق اسم العميل والمدينة واجي تحت المدينة هنا اهو واكتب الشرط بتاعي في المعايير الشرط على المدينة انها تكون الدمام مثلا يبقى اجي في تحت المدينة في المعايير واكتب الدمام اكتب الشرط بتاعي حفظ هسميه مثلا عملاء الدمام موافق سكر شوف جاب لي الناس اللي الدمام بس يبقى كده بعمل شرط طب تعال نحل اللي هو طالبهم مني دي كده انشئ استلام يظهر اسم العميل والمشتريات بشرط ان تكون المشتريات اكبر من 6000 انشاء تصميم الاستعلام العملاء إضافة إغلاق اسم العميل والمشتريات الشرطة عند اسم العميل ولا عند المشتريات عند المشتريات هنا في المعين طب أكبر من 6000 دي أكتبها إزاي لازم تقلب إنجليزي لازم تكتب إنجليزي أكبر من شفت مع حرف إزاي إزاي اللي شبه الراء بس عليها نقطة شفت مع حرف إزاي حلو دي اكبر من واصغر من شفت مع حرف الواو اكبر من ستين الف يبقى شفت مع حرف ازاي ستين الف ده الشرط بتاعي صح او تحت المشتريات كتبت الشرط بتاعي حفظ واكتب مشتريات اكبر من ستين الف اكتب انجليزي مشتريات أكبر من ستين ألف موافق حفظ إخلاق تعالى نشوفها جاب لي اسم العميل والمشتريات للناس اللي مشترياتهم أكبر من ستين ألف بس طب عايز اسم العميل ورقم العميل بشرط ان اسم العميل يكون احمد السيد مثلا يبقى انشاء تصميم الاستعلام العملاء إضافة إغلاق اسم العميل رقم العميل والشرط عند اسم العميل في المعايير أحمد السيد حفظ اكتبوا باسم أحمد مثلا موافق إغلاق أحمد آه. مفهوم يا شباب مفهوم الكلام ده؟ يبقى اي شرط عندي في الاستعلام انشاء تصميم الاستعلام واختار الجدول عادي اضافه اغلاق واحط الحاجات اللي انا عايزها واحط الشرط مثلا الشرط ان يكون المدينه الظهران احط تحت المدينه في المعايير اكتب الظهران حلو يا شباب مفهوم في حد مش فاهم في اي سؤال عشان الجلسه هتخلص دلوقتي حالا قبل قبل دقيقه لو في أي سؤال اسألوني عليه لأن الجلسة هتخلص كل شيء واضح وممتاز في أي سؤال يا شباب لأن الجلسة هتقفل مننا دلوقتي لو في أي سؤال اسألوني عليه دلوقتي بعد كده ميعادنا هيبقى خمسة مش خمسة إلا ربع إن شاء الله بعد كده ميعادنا خمسة إن شاء الله أوكي بعد كده ميعادنا خمسة بإذن الله خلاص إن شاء الله من الأحد إن شاء الله ميعادنا خمسة وهنحاول نرفع لكم على طول الشرح دلوقتي حالا بعون الله إن شاء الله أوكي؟ أوكي يا شباب يلا السلام عليكم ورحمة الله.